عوده من جديد لحلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. اهلا بكل حضراتكم في اولى فقراتنا الحواريه. وخلاص بقى يعني الدوريات الاوروبيه ودوري ابطال اوروبا في العد التنازلي، وطبعا في منافسات اتحسمت الى حد كبير، ولسه في طبعا دوريات تانية الامور فيها مشتعله بالمعنى الحرفي للكلمه. تعالوا نتكلم عن تفاصيل الدوريات الاوروبيه المختلفه مع ضيفنا العزيز اللي دايما بنسعد وبنتشرف وبنتبارك بوجوده معانا، الاستاذ محسن لملوم الناقد الرياضي. يا صباح الخيرات واهلا بيك. صباح الخير. اخبارك ايه؟ تمام تمام الحمد لله. بونجور يا مسيو محسن، والله منورنا كالعاده. طبعا نور حضرتك. وملفات زي ما كريم بيتكلم فيها كتيره جدا، وشفنا ماتشات الايام اللي فاتت مختلفه كمان، وشفنا نابولي للاسف بعد مشوار قوي، خلينا نقول تنافسيه حلوه، للاسف يعني حظوظه في اخر ماتش ما كانتش الافضل ابدا. شفنا برضو ارسنال الفتره اللي فاتت، رغم برضو موسم عظيم جدا كان مقدمه من سنوات طويله، برضو ما قدرش ان هو يفوز باللقب. انا سؤالي هيكون في العموم، اول سؤال يعني فكره هنا ان تذبذب الموجود في بعض الانديه او بعض الفرق اللي هي بتبقى ماشيه بمشوار قوي جدا، وتيجي على كام اخر ماتش وللاسف المستوى مش بيبقى سيء، بيبقى يعني غريب، خلينا نقولها بهذا الشكل. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، هو الامر يختلف شويه ما بين الدوري الانجليزي البريمير ليج والكاليتشو الدوري الايطالي، لان اللي حصل في الدوري الانجليزي يعني خلينا نتفق ان الدوري الانجليزي في حته لوحده تماما. طبعا ده من سنوات، كل دوريات اوروبيه او اوروبا او كل دوريات العالم في حته ثانيه. فاللي حصل مع ارسنال السنه دي ما كانش حد ابدا يتوقعه، يعني ارسنال بقاله سنين ضرب غطس بمعنى الحرفي للكلمه، بعيد تماما عن المنافسات اللي سابها بقى للسيتي وليفربول، احيانا كان بي يعني كان بيقاوح مع السيتي، لكن هو السنه دي فاجئ الجميع، حتى فاجئ الجمهور ان هو تربع على القمه ومستوى عالي جدا، لكنه فارق كمان على المنافسين وفارق، لكن هو الفترة الأخيرة أنا يعني محدش عارف إيه اللي حصل. يعني حتى كان في كانوا قالوا كده دعابة ظريفة لما أرسنال تصدر قمة الدوري الإنجليزي في بداية البطولة، وقال لك جابوا فيل قاعد على الشجرة، وقال لك الكل شايف الفيل على الشجرة بس محدش عارف طلع إمتى، والكل عارف إنه هينزل، بس كان لما طبعا إيه كان حتى الصحافة الإنجليزية كانت بتعمل بالدعابة بتقول لك إيه وما زال الفيل على الشجرة، لأنه فعلا مستقر. أنا الأوان بقى إن الفيل ينزل، لأن طبعا في فريق جبار اسمه مانشستر سيتي لا يرحم، فريق ملوش علاقه لا بالقواعد ولا بالقوانين ولا اي حاجه خالص. فعشان كده هو اللي هد الارسنال بالنسبه للدوري الانجليزي انه في اخر اربع ماتشات خسر ثلاث تعادلات والخساره قدام طبعا قبل مباراه تشيلسي بتاع امبارح، لكن اخر اربع ماتشات خسر تعادل ثلاثه وخسر واحده، فخسر تسع نقاط. طبعا تسع نقاط وانت بتنافس في الدوري الانجليزي النقطه لها ثمن، عشان كده هو اقدر اقول لك ان هو طبعا هو فارق لحد دلوقتي بنقطتين بس، طبعا مع اسبقيه ثلاث مباريات لصالح السيتي اقل يعني طبعا ماتشين اقل. فعشان كده ده بيدي الافضليه طبعا للسيتي. الموضوع انا شايف وجهه نظري رغم ان الدوري الانجليزي ملوش ماسكه تماما، اي حد يكسب اي حد، الاخير يكسب الاول ملهاش علاقه، واي نتيجه وارده تماما في الدوري الانجليزي، لكن انا شايف ان السيتي بكل امانه السيتي دلوقتي في حته تانية، في حته يعني تانية. وفي الدوري الانجليزي انا شايف ان هو تقريبا يعني نكاد نجزم ان هو حسم الدرجه. هل هالاند لوحده منفردا كان قادر ان هو يغير المقاييس ويغير الثوابت؟ مش هالاند واحد، هي الموضوع هنا هفكرك بالنادي الاهلي بحكم ان احنا في قناه الاهلي، ان هو كان دايما النادي الاهلي فيه عباره يقول لك ايه المهاجم السوبر. أي. المهاجم السوبر، ان كم فرص ضايعه، هو ده اللي حصل مع السيتي، مش كم فرص ضايعه لا، بس بيجي لك لاعب من انصاف فرص اربع فرص زي هالاند بيسجل خلاص. طبعا. الموضوع منتهي، فعشان كده في كور اصلا ما تقولش عليها فرص هالاند يسجلها، عشان كده هو فرق كتير جدا مع فرقه زي السيتي. طبعا. هو لو في اي فرقه تانية ما كانش يعمل الابداع ده، هو طبعا لعيب يعني كارثي في يعني في حته ثانيه، لكن مع الفرقه الجامده دي دي بروين والفرقه اللي كلها نجوم اكيد طبعا لازم ما بقاش بقى الفرص بيسجلها اهداف، بقت انصاف الفرص بقى اربعه الفرص، بل يعني واحد على عشرة من الفرص هو بيسجلها. نقدر نقول دلوقتي استاذ محسن ان الامور الى حد بعيد اتحسمت بالنسبه للقب الدولي الموسم ده ولا برضه في مساحه؟ هو الكره فيها كل حاجه، اي مفاجات غير متوقعه. لا لا بس ما اعتقدش مع فرقه السيتي في الدوري الانجليزي والانخفاض بتاع ارسنال، اقول لك لا السيتي طبعا بنسبه 90% مش هنقول اكتر من كده 90% هو بطل الدوري، لان هو حتى السيتي عنده 6 ماتشات، ارسنال عنده 4 لان هو يعني لعب ماتشين زياده، فالموضوع كمان لما تبص حتى على الماتشات اللي باقيه مش ماتشات قويه، لان طبعا زي ما قلت لحضرتك الاخير يكسب الاولاني وخمسه وسته وسبعه مفيش اي مشاكل. طب. كل شيء ورد في كره القدم، حلاوه الدوري الانجليزي في الحته دي تحديدا، يمكن السنه اللي فاتت كلنا شفنا ان الدوري حسم في اخر 10 دقائق او ربع ساعه، مش في اخر ماتش ولا في اخر جوله، ده بالعكس، ده السيتي كان مغلوب 2-0 وليفربول كان مغلوب، بعدين ليفربول اتعادل وبعدين ليفربول تقدم وبعدين السيتي في اخر ربع ساعه الدوري
رقص الجميع وراح للسيتي، فدي حالته الكوره او الدوري الانجليزي تحديدا، عشان كده تلاقيه فارق بمراحل عن كل الدوريات. لكن السنه دي اللي انا شايفه لا، يعني الارسنال بصراحه بالشكل ده يعني يعني مبروك عليه ان هو في المربع الذهبي والمركز الثاني طبعا، لكن اعتقد الفوز بالدوري تقريبا حسم بنسبه كبيره جدا للسيتي نظرا للفتره اللي جايه. طيب عايز اروح لدوري ابطال اوروبا شويه، و فكرة هنا يعني أنا نفسي من الناس اللي ببقى مش فاهمة، زي ما بنتكلم إن الدوري الإنجليزي دوري قوي جدا، بس تيجي بعض الفرق الإنجليزية تلعب في دوري أبطال أوروبا تحس إن مش المستوى أبدا، فإيه الفارق ده؟ الفارق إن في فريق اسمه ريال مدريد. يعني هو ده الأزمة؟ هو ده الأزمة منذ كده سنوات كمان؟ بالظبط، ما شوف السنة اللي فاتت خدهم إزاي، تشيلسي السيتي ليفربول، السنة دي خدهم ليفربول تشيلسي وده دخل على السيتي، هما بيجوا قدامه بيتكسروا. وايه بقى برضو السبب في ده نقدر نقول يعني؟ الناس كتير هتقول لك شخصية البطل كده دوري ابطال مدريد، يعني دي الكلمة دوري ابطال مدريد. حتى ايه كده لما باجي اتابع اخواتنا في المغرب وفي تونس وفي الجزائر لما يجوا يحللوا دوري ابطال افريقيا بيتكلموا على ان الاهلي، يقول لك الاهلي في دوري ابطال افريقيا عامل زي ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا. يعني يعني حتى تشوف مثلا الاهلي، يعني دايما بضرب مثال بالاهلي ان هو يعني اقرب في الحته دي، ان هو مثلا تعادل كان بشق الانفس في دور المجموعات، ولم يكن التاهل قصدي مش التعادل، التاهل بشق الانفس، والتاهل اصلا ما كانش بايد الاهلي، لما جاب ايد الاهلي الاهلي صعد النهارده النادي الاهلي في نصف النهائي وفرص وحظوظه اعلى، يعني النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله في النهائي ويفوز بالبطوله كمان. شوفي جه منين، فهو ده اللي بيحصل مع ريال مدريد. ريال مدريد اتفرج عليه في الدوري بيتغلب 4 والدنيا ضايعه خالص ومش شايفين تماما، يعني لو احنا لو جبنا فريق نغلبه في الدوري الاسباني، لكن لو العالم كله اتلم في الدور في دوري ابطال اوروبا لا يتغلب. يعني السنه اللي فاتت حتى في مباراه مانشستر سيتي وريال مدريد في نصف النهائي يعني كانت حاجه غريبه جدا، كسبان على ارضه 5-4 ولا 4-3 مش فاكر، كان النتيجه كبيره، وجاء على ارض مدريد كمان متفوق 1-0 وباقي خلاص، يعني ده الجمهور كان بيمشي كمان بتاع ريال مدريد، يتعادل في في الدقيقه 90 او 89 ويفوز 2-1 ويلعبوا اكسترا تايم يسجل الثالث ويتاهل. صحيح. لا غريب جدا. على ذكر دوري الابطال، هل وارد ان ليفربول يفنش الموسم الحالي في مركز رابع فبالتالي يقدر يشارك في دوري الابطال؟ مع التسليم في الاول ان اي حاجه وارده، بس انا شايف ده صعب جدا، لانه المركز الرابع في الدوري الانجليزي دلوقتي مانشستر يونايتد، واللي فوق منه الثالث نيوكاسل، الفرق ما بينهم وما بين ليفربول اللي هو الخامس 9 نقاط لو تساووا في عدد المباريات، لان ليفربول سابق تقريبا بماتش 33 وتقريبا اليونايتد تقريبا 32 والفرق 6 نقاط، لو افترضنا ان اليونايتد طبعا قول مثلا هيتعادلوا في الماتشات فيكسب، فرق 9 نقاط ده كتير، 9 نقاط يعني مفترض عشان ريال مدريد عفوا ليفربول يحصلوا ان الفريق ده يتغلب 3 ماتشات وبقى 4 ماتشات، فصعبه شويه. انا شايف ان هو مع ان طبعا زي ما قلت لحضرتك كل شيء وارد، لكن ليفربول اهدر من النقاط الكثير جدا اللي تخليه يدفع الثمن، وهو بيدفع الثمن. انا شايف ان هو رغم ان هو بيحاول يصل بفوزه الاخير طبعا على توتنهام اللي رجع له الامل، وفوزه اللي هو الغريب اللي ما حصلش الا في الدوري الانجليزي، الناس كلها عارفه تفصيله، لكن بيجي في الاخر وعنده امل، لكن طبعا كل شيء وارد، لكن انا شايف انها صعبه لان هو هينافس اليونايتد ونيوكاسل يونايتد، والاثنين ممكن لو تعادلوا في النقاط هيبقى فرق 9 لليونايتد وتقريبا فرق 8 او لنيوكاسل، يعني من شبه المستحيل ان ده يحصل، صعبه شويه، بلاش نقول مستحيل، صعبه ان هم يتغلبوا في 4 ماتشات 3 او يتغلبوا 2 ويتعادلوا 1، يعني تكاد تكون صعبه، يعني كل شيء وارد، لكن انا شايف ان ليفربول يستحق انه ما يكونش في المربع الذهبي لانه اهدر من نقاط، عدد نقاط غريب جدا بماتشات كان بيتغلب بسهوله على ارضه قدام فرق تعبانه، فغريب جدا، فهو يدفع الثمن ولازم يدفع الثمن، فاعتقد ان هو تكاد تكون صعبه الى حد كبير جدا ان هو يلحق المربع الذهبي السنه الجايه. انا عايز اروح كده يعني بعض الامور براحتنا بقى، يعني فاهم اسئلتنا هتبقى مش في جهه واحده، يعني لان انا جه في بالي دلوقتي ابراهيموفيتش على سبيل المثال مثلا تقريبا 23 سنة ابراهيموفيتش بيلعب ما شاء الله، يعني من الارقام القياسيه النادره في عالم كره القدم. طبعا. هل بنتوقع بعد السنوات دي كلها ان هو يعتزل قريبا؟ اصلا المينتاليتي بتاعت ابراهيموفيتش مش صعبه ان هو حد في النجوميه دي، فكره ان هو كمان ثقه بالنفس اللي عنده العاليه جدا اللي الناس بتوصفها اوقات بالغرور، ان هو يفكر ان هو خلاص كفايه كده يكتفي ويعتزل، ولو
حصل ان هو اعتزل، تفتكر ان هو ممكن يتجه مثلا للتدريب ولا؟ لان ده كان موضوع منتشر جدا على السوشيال ميديا، كان كتير ناس كانت بتتكلم فيه. شخصيه ابراموفيتش دايما عكس المنطق، يعني ان هو يعني بيفاجئنا دايما عشان يعتزل. لا مش هعتزل، هكمل. هو عكس المنطق، وده بيقودنا لاجابه السؤال الثاني اللي هو يروح بقى تدريب. ده لا ينفع مدرب ولا ينفع اداري ولا ينفع اعلامي زي ما بيحصل عندنا في مصر. ده ينفع ممثل في يروح يمثل في هوليود، لانه شكله يجيب برضه يجيب شر ويجيب خناقات ويجيب كل حاجه. يجيب كوميديا على فكره، يجيب كل حاجه يعني. القريب ليه في التدريب لو كان دخل يخش سلك التدريب مثلا مورينيو، بس مورينيو لا بيعمل حركات دي، هو عنده يعني عارف هو بيعمل ده ليه. بيتشنج احيانا، بيتعصب، والحاجات الغريبه بتاعت السبيشال وان بيعملها، واحنا عارفين هو بيعملها، اللي هو نفسه عارف. لكن عند ابراموفيتش معدي يعني السلطان معدي، الدماغ دي معديه خالص، فيعمل اي حاجه. فده ما ينفعش ابدا يكون اداري، انه قراراته تتصف بالهوجاء يعني. ما ينفعش يبقى مدرب هيتخانق مع اللعيبه والمدير يتخانق مع الجمهور، رئيس الماتش تشين الصحافه وبعد كده فهو يروح هوليود، لانه كان له تجربه قبل كده في الدوري الانجليزي. يعني يروح هو نجم يعني، مش محتاج ان هو يتنجم، يروح ايه ادوار الشر بقى في الافلام ستار تريك. شكلك ما بتحبوش يا استاذ. لا بحبه، انا بحبه جدا. لا بنحبه، انا بحبوش ليه؟ لكن هو شخصيه كاريزماتيه. هو غريب يعني، هو ايه يعني، هو حتى في الكوره مش كتير قوي، لكن تلاقي مثلا جاب جون الناس كلها تفتكره، مثلا هدفه في انجلترا، لا ان هو بيعمل دبل كيك من عند الاوت تخش جون، لا هو غريب بتاع الحاجات دي يعني. هو يعني ايه، مش عايز اكون متجنن عليه، قلت لك هو لسع منه في الكوره، هي تقريبا. بس ده جزء من جاذبيته على فكره، جزء من اختلافه عن بقيه الناس. ايوه ما هو ده سر. ما هو دايما لما نتكلم على سبيشال وان اللي هو مورينيو، جوزيه مورينيو، الناس تتكلم شايف عمل ايه، مره واحده يجي جاري ومش الحاجات دي بتعمل له. عشان كده بقول لك هو نجم سينمائي يعني، ينفع في السينما طبعا. هيبقى مقبول منه لان دي السينما، وفي كلاكيت ونعيد تاني ونوع حضرتك طبعا سيدي العارفين في القصه دي، فهو يمشي في القصه دي. لكن تدريب لا 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 لا، ده احنا كده بقى هنهرج او يدرب فريق ملوش علاقه انه ينافس. خليني ارجع مع حضرتك مره ثانيه ليفربول، وانت عارف بطبيعه الحال طبعا الى جانب ان ليفربول من قديم الازل ليه شعبيه كبيره في العالم طبعًا العربي طبعًا وفي مصر، لكن بطبيعه الحال برضو اكيد الشعبيه تضاعفت 500 ضعف، لا لشيء غير وجود محمد صلاح. صحيح. احنا جزء كبير من المرات اللي بنتكلم فيها عن ليفربول بيبقى من منطلق ان احنا نطمن على ابننا هيعمل ايه الفتره الجايه. في حال اخفاق ليفربول في انه يعني يفنش الموسم ده في مركز رابع وبالتالي مش هيشارك في دوري الابطال، هل في لحظه زي كده وارد ان محمد صلاح يفكر مثلا في الرحيل؟ ولو ده حصل فكرك ممكن تكون وجهته فين؟ والله انا على المستوى الشخصي ما اتمنالوش انه يرحل، حتى لو ليفربول ما لعبش دوري ابطال اوروبا لسبب بسيط جدا، لان هو كل ما بيجيب جول النهارده بيعمل ارقام قياسيه في الليفر. طبعا الاعداد بيعد بقى رمز للمدينه، من القلائل اللي اتعمل له اغاني باسمه زي ايجيبشن كينج مو صلاح، بقى رمز للمدينه. النهارده بيجيب جون بيتخطى مش عارف فاولر، بيتخطى مش عارف اوين، الهدف اللي مش عارف ال 300 في مش عارف ايه، خلاص هو بقى لو راح مكان تاني حتى لو ريال مدريد اللي هو اعظم عظيم في كره القدم، ولعب بقى في دوري ابطال اوروبا وفاز بدوري ابطال مثلا يعني هو هيزيد في دوري ابطال. لكن هنبتدي نعد بقى له 6 اهداف في الدوري الاسباني، له 20 تخطى مش لا يعني هو هيخطا يعني. ارجو ان هو يتعلم من خطا ميسي ورونالدو اللي هم قطبي كره القدم في اخر 10 سنين على المستوى الشخصي يعني. شفنا ان النهارده رونالدو لو عاد بالحال لن يترك ريال مدريد. وبالمناسبه برضو مؤخرا اخر كام يوم كان في كلام كتير يخص ميسي واحتماليه عدم استكماله مع باريس، وانه يرجع حتى لو رجع كنوع من التكريم، لكن مش هيرجع النهارده ميسي يقود برشلونه للبطولات، لا الموضوع انتهى خلاص. السن ليه حكم النهارده بقى خلاص. الناس بتتكلم على هالاند، الناس بتتكلم على بلينجهام، بتتكلم على كفاراتشخيليا او اللي هو كفارادونا اللي هو في نابولي، اوسيمين، الناس بتتكلم على الناس دي يعني ايه. مارادونا رونالدو وميسي خلاص بقت العمليه تكريميه شويه. هو راح النهارده بفلوس كتيره جدا لباريس سان جيرمان، ما عملش اي حاجه خالص زي اي حد. رونالدو النهارده هو عايز يرجع وعايز طبعا تجربه بكل امانه لم تضيف له شيئا يعني. هو لسه فلوس. كلام ما فيش حاجه مؤكده ان كريستيانو هيعود او هيستمر، مجرد ان هو يعبر عن الرحيل وهو لسه ما كملش 3 شهور طبعا في حد ذاتها مش حلوه. فهو اتمنى نرجع بقى لصلاح، اتمنى ان هو اذا كان في حتى اخفاق في موسم ده وارد نتمنى ده ما يحصلش. بس يعني هو صعب جدا ان هو يعني ليفربول يلحق بدور الابطال، بس حتى لو ما حصلش انت كمل، انت ليفربول فريق كبير يقدر يرجع تاني ان شاء عشان الله. عشان عدد الارقام القياسيه كمان ده مش هتجيبه منين يعني؟ انت هتجيبه منين النهارده؟ انت عمال تتخطى مايكل اوين مش عارف فاولر والناس، انت بقيت اسطوره في المدينه، فما ينفع يعني الحته دي. يعني انا مثلا زعلان مثلا من زمان ان 2018 ان رونالدو مشي، لانه كان احد اساطير
ريال مدريد اساطير وليس نجوم. فانت اسطوره بقى تيجي رايح ليوفنتوس وبعدين ترجع لي على اليونايتد حتى لو كان ناديك الاديان، تروح لبقى المنطقه العربيه اللي هي اقل بكتير من كره القدم الحقيقيه. فالموضوع باص خالص، زي ما السن ليه احكام برضو الارقام ليها احكام. والله مش محتاجين الناس دي يا جماعه، مش محتاجين. لسه كان معانا القايمه بتاعت اعلى لعيبه ملايين وهي قاعده. طب الناس دي محتاجه يا جماعه، ما هو جزء من الموضوع برضو التاريخ الاسطوره يعني الاساطير. يعني مش عايز اضرب امثله هنا في مصر، اللي فضل الملعب ايه احنا عارفين كلنا بالظبط، مش عايز اضرب يعني. لكن فانت هناك خليك انت اتمنى محمد صلاح يكمل في ليفربول حتى لو كانت السنه دي هتبقى سنه مش جيده ليه اللي هو الموسم الجاي، ولكن وممكن يقدر بقى خلاص طالما مفيش دوري ابطال اوروبا اكيد هيشارك بقى الدوري الاوروبي ولا حتى المؤتمر. اهي بطوله برضو طبعا، المؤتمر بطولات بتبقى ضعيفه لكن الدوري الاوروبي موجود بطوله، ولما لا يفوز بيها يبقى حتى على الاقل في تاريخه دوري ابطال والدوري الاوروبي بطولات برضو اوروبيه. اي نعم مش زي دوري الابطال طبعا، لكن في النهايه بتقدر تزود ارقامك في اهداف الدوري الاوروبي او البطولات القاريه يعني. وتقدر تركز حتى مع ليفربول مركز اكتر ويعوض السنه الكارثيه بتاعته السنه دي. ويقدر طبعا الله اعلم ايه اللي يحصل، ولما لا يفوز بالبريمير ليج، ما هو طبعا بطوله قويه جدا الدوري الانجليزي ده في حته برضو لوحده. فاتمنى ان هو ما يرحلش وما يمشيش للمغريات بتاعه ريال مدريد، اللي هو خلي بالك لو صلاح فكر ان هو يروح مثلا وريال مدريد الموضوع بالنسبه له مش يعني، هيبقى مش عشان دوري ابطال اوروبا، هيبقى عشان الكره الذهبيه. لان طبعا احنا عارفين ان الحته دي الناس دول اللي هم اللي بياخدوا الكره. هو الكلام مش على ريال مدريد بس يعني، هو على ريال مدريد وتشيلسي وباريس سان جيرمان. خلينا في الابرز، انا تقول لي تشيلسي يبقى خليك في ليفربول طبعا. يعني خليك في الابرز، اصل انت مستحيل تروح السيتي لان ده المنافس لليفربول، فخلاص انت عملت مجدك في المدينه فالموضوع منتهي في الدوري الانجليزي. خليك في ليفربول، لكن هتطلع بره يبقى ريال مدريد ما تطلعش، مع احترامي حتى لبرشلونه. فانا بقى عشان كده جبت لك من الاخر، لو ريال مدريد يبقى روح عشان الكره الذهبيه. والله انا شايف ان انت وجهه نظري خليك، وحتى ان كانت سنه مش قد كده تقدر ان شاء الله تعوضها، ويمكن ربنا يجي يعني يجيبها من عنده ويتاهله ودوري ابطال ان شاء الله. طب انا عايز اسال عن برضو نقطه مهمه وهي سر تالق يعني ريال مدريد، هل القصه في السكواد الموجود ولا الفكره في انشيلوتي؟ طب في حين رحل انشيلوتي هل قوه ريال مدريد هتفضل زي ما هي ولا هيبقى في تذبذب الى حد ما؟ يعني وجهه نظرك برضو، لان الكلام في النقطه دي كتير. يعني انشيلوتي تحديدا طبعا كرته رائعه، يعني اسم مدرب ايطالي مخضرم من الكره الايطاليه طبعا، ارقام رائعه مش عايز كلام. لكن هو يعني الفتره سواء يعني بيتم الفصل ما بين الليجا والبريمير والتشامبيونز ليج، تشامبيونز ليج طبعا معدي محدش يقدر يقول له حاجه، والليجا هم يعني زي ما تقول كده كبروا دماغهم يعني ايه، مش فارقه كتير خلاص، هم خسروا الليجا من بقى لهم فتره، وبرشلونه هو اللي تقريبا خلاص 99%. فالموضوع بالنسبه لهم حتى بيركزوا اكتر في تشامبيونز ليج، وعندهم مباراه طبعا كارثيه الاسبوع الجاي ان شاء الله ناريه العالم كله مستنيها، اللي هو نهائي مبكر السيتي وريال مدريد. صقر بقى وحاجات كتيره تقدر، ومحدش يقدر يقول مين يكسب يعني، رغم قوه السكواد بتاع السيتي اللي بياكل الناس ده، اللي معاه هالاند اللي بياكل المنافسين دول، برضو ما تقدرش تقول يكسب، لان في شخصيه البطل. وريال مدريد في دوري ابطال اوروبا يجب عليك ان تحذره، حتى لو بتلعب كل يعني لو انت منتخب كل انديه العالم، ده موضوع تاني. فانشيلوتي ممكن يكون بس من يعني كتر وجوده مع الفرقه ما بقاش عنده حاجه قوي، خلاص بقت العمليه هاديه شويه. ويمكن انا شايف الاقرب حتى فيما لو رحل انشيلوتي طبعا زين الدين زيدان، لان زيدان كان عنده حلم كبير لم يتحقق ان هو يدرب منتخب فرنسا، وكان كل بيقول ان في كاس العالم فرنسا هتخرج، مش هتفوز بالبطوله فهتخرج، فديشامب هيتم الاستغناء عنه هو اللي جاي وخلاص الموضوع بالنسبه له. ده فكر بالمناسبه، عشان ارجع لحته صلاح، شوف فكر زيدان ايه، ما دربش الا ريال مدريد وكان هيدرب منتخب فرنسا. شوف الدنيا راحت، مع ان اي حد يتمنى يدربه، بس هو عايز ان زيدان يجي لمجرد اسم، لكن هو ما دربش حد خالص الا ريال مدريد، ولما فكر المنتخبات يبقى منتخب فرنسا. لكن وصول فرنسا للمباراه النهائيه وخسارته حتى بضربات الترجيح قدام الارجنتين مددت وجود ديشامب، فبالتالي الحلم اجغض بالنسبه لزيدان، او تاجل، خلينا نقول تاجل. فيبقى الحل البديل انه يرجع لريال مدريد، اللي هو قاب او قوسين او ادنى ان هو يرحل عنده كارلو انشيلوتي. اعتقد ده ممكن يحصل الفتره الجايه. بس هو زيدان حقق 3 دوري ابطال معاهم كمدرب برضه. ايوه ما انا فاهم. انا قصدي ان هو يرجع يكمل الحلم ده، يعني ان هو يبقى يعني على مستوى، يعني يقدر ولا لا؟ ده السؤال فعلا، هل يقدر يكمل المشوار ده ولا انت شايف ان برضه مش دي الفتره الافضل؟ مين انشيلوتي تقصدي؟ لا بتكلم على زيدان. يقدر طبعا. لا لا لا، ريال مدريد فريق تراهن عليه. فلا هو بالمناسبه ليه دايما يعني، ودي حاجه ملحوظه للناس كلها ودايما حتى احنا في البرنامج ده اتكلمنا عنها كتير مع ضيوفنا، ليه ريال مدريد في الفتره الاخيره
في الدوري المحلي في الدوري الاسباني ساعات بيبقى وضعه بعافيه حبتين، لكن كالعاده يشارك في دوري الابطال تلاقي الوضع اختلف 360 درجه والفريق تغول وتعملق وحصلت حاجات كده. اشمعنى؟ طب المفروض ان الدوري تبقى الامور فيه نسبيا اسهل بالنسبه له ولا ايه؟ ولا قد يكون السؤال ده ملوش اجابه. هقول لحضرتك ازاي. هل النهارده الرجاء والترجي والحاجات التقيله اللي بيلعبها الاهلي دي اقوى ولا دور المجموعات؟ هتقول لي طبعا دول اقوى ودور المجموعات سهل، انت بتقابل القطن بقى والهلال السوداني مع احترامي طبعا للانديه، ومع ذلك صعدت بالعافيه. منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه الاخيره في دور المجموعات عاد يعني تاهل بصعوبات، غلب من نيجيريا باداء سيء جدا وفاز على غينيا بيساوي بالعافيه 1-0 وفاز على السودان بالعافيه 1-0. ازاي بقى موسم النبقى او اثنين برضو استاذ محسن ممكن يحصل؟ بس فعلا في كميه فرق دي مش في كاس الامم الافريقيه مع منتخب مصر موضوع ثاني. يعني حتى تلاقي الاخوه في المغرب العربي يقول لك عليه عملاق الكان اللي هو مصر، يعني ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا، الاهلي في دوري ابطال افريقيا، هي بتبقى كيمياء كده ماشيه مع يكاد يكون السؤال بلا اجابه، يعني ما عندوش قهويه كده خدها كده. فريق بيتغلب على ارضه او بيتغلب قصدي في الليجا 4-0 من فريق ما حدش فاكر اسمه حتى طبعا. وبيروح هناك يكسب السيتي ويكسب يعني ماتش ليفربول هم نفس اللعيبه هم ماتش ليفربول مغلوب 2-0 ليفربول متقدم في الانفيلد. الانفيلد يعني جحيم الانفيلد 2-0 ومنهم غلطة كورتوا اللي جابها صلاح الجون الثاني، قلنا خلاص يعني انت ممكن تقول كده خلاص ده النهارده ممكن تبقى 4-0 لصالح ليفربول، النتيجه بتخلص 5-2 ريمونتادا فلا وعاديه وبسهوله مفيش ما تاثروش. التعادل جون اهو يا عم، التعادل خد الثالث الرابع الخامس والدنيا لذيذه وزي الفل. فهي شخصيته في دور الابطال تختلف تماما عن الليجا، فهو يكاد يكون سؤال ملوش اجابه. دي شخصيه البطل، يعني هنرجع ونقول شخصيه البطل، فدي شخصيه ريال مدريد يعني. طيب ولو اتكلمنا عن قطبي بقى ميلان وفكره هنا التالق برضو ودوري الابطال، تشوف ده ازاي؟ طبعا شوفي مهما قلنا الدور الاسباني قوي والدور الفرنسي فيه مش عارف مين والدور الالماني كان زمان حاجه بس ما زال برضو ما يفقدش حاجه. لا هو رجع مؤخرا طبعا الدوري الانجليزي خليه في حته تانية، لكن ما تيجي بعديه بصراحه متعه الكره موجوده في الكاليتشو. يعني انت حتى السنه دي لما تشوفي لما كان يوفنتوس بياخد البطولات في الفتره الاخيره وكان بيلعب لوحده ما كانش فيه متعه قوي في الدوري، لكن لما رجع قطبي ميلانو مدينه ميلانو اللي هو ميلان والانتر ميلان وروما روما مورينيو ونابولي لوتشانو سباليتي، لا الموضوع فرق مع لاتسيو بقى مع مش فاكر كان مين التاني، لا الفرقه فرقت تماما، الدوري فرق. عشان كده انت النهارده برضه ابراهيموفيتش ما تنساهوش، ما هو ما بيلعبش وجوده مهم بس هو اصلا كان غريب قوي ان الدوري الايطالي اللي طول عمره يعني مولع بالمعنى الحرفي ومن الدوريات اللي قعدت سنين مش قليله صعب جدا تتكهن مين اللي هيلعب ماتش الفاينل فيه، ايه اللي حصل فالدوري بالفرق بالكامل وقعوا لسنين مش حتى موسم ولا اثنين؟ كان مشاكل كتيره منها العنصريه ده مش قوي، لكن كان عندك مشاكل الرشاوي اللي كانت هدت الدوري الايطالي بشكل كبير جدا، لكن في النهايه لا يفقد متعته. ماشي بيبقى في مشاكل وكعبلات اداريه حاجات كده، بس حتى اللعيبه نفسهم مستوى اللعيبه ما هو عشان ما كانش ليه مش زي زمان. انت عارف طول عمر كره القدم الايطاليه لا. ليها برضه لمساتها الحلوه. هقول لحضرتك تفرق واحد زي مثلا نادي اي سي ميلان ده لقبه عملاق اوروبا، هو تاني الانديه حصولا على دوري ابطال بعد ريال مدريد، يعني لما ريال مدريد كان 9 كان هو 7، النهارده ريال مدريد 14 ايام بقى يعني. باولو مالديني والناس الحلوه دي رقم 3 بس ايه السبب في الحاجات دي بقى؟ ايه بقى؟ سيلفو برلسكوني اللي هو ملك النادي واغنى اغنياء اوروبا يعني. فهو عشان كده لما كان بقى موجود طبعا هو طبعا رئيس وزراء ايطاليا، فكانت الدنيا مفتوحه تماما، كان بيدفعوا يعني جاء في وقت من الاوقات سنتين ورا بعض اللي كان بيتنافسوا الثلاثه اللي بيتنافسوا على جائزه افضل لاعب الكره الذهبيه السته في سنتين ورا بعض من ميلان، مش من الدور الايطالي لا من ميلان. نادي يعني ده كان ميلان. الى حد ما فساد نقدر لا فوق. لا فساد ايه قوه كان يعني عن حق عن حق طبعا عن حق. طيب سيبك من الفساد، احنا اتفقنا الفساد موجود في كله، لكن ده موجود لان الفرقه كان ابو مين اللي يروح الدوري الايطالي؟ كان هو رقم واحد في اوروبا في التسعينات وكان الدوري الانجليزي بعديه، فهو كان كمان هو كان احلى من الدوري الانجليزي لسبب الدوري الانجليزي قوي، لكن ده كان فيه متعه بقى طبعا. الجمال اللمسه الايطاليه موجوده فيه، فعشان كده كان عالي جدا. ده ما بقاش موجود، التمويل ما بقاش موجود يعني النهارده بقى الفريق عمال ميلان غاب تماما عن دوري ابطال اوروبا، يمكن رجع في الفتره الاخيره، وشيء عظيم ان ايطاليا بقى لها فرقتين لها فريق في النهائي، والفرقتين من مدينه ميلانو ومدينه ميلانو بالمناسبه هي المدينه الاوروبيه الوحيده التي تملك ناديا حصل على دوري ابطال اوروبا. يعني ميلان خدها اي سي ميلان خدها 7 مرات
وانتر ميلان خدها 3. يمكن كان الاقرب من كده العاصمه مدريد، العاصمه الاسبانيه، ان ريال مدريد واخدها، وكان اتلتيكو هياخدها، لكن في المرتين خسر قدام ريال مدريد، فبقت هي مدينه يعني فريق واحد، ما فيش مدينه عقدتها الا ميلانو فرقتين، والفرقتين قوي جدا اكتشاف الانتر والميلان. فالسنه دي ان هم موجودين برضو صعب تتكهن جدا مين اللي يقدر يكسب، لان المستويات متقاربه. حتى اما هتلاقي مثلا في الدوري الايطالي في الكاليتشو هتلاقي نابولي في حته لوحده، هتلاقي لاتسيو بعديه بس طبعا مش هياخد الدوري، بس هتلاقي بعد كده اليوفنتوس معاهم يمكن بفرق نقطه، لكن هتلاقي ميلان، انتر ميلان، واعتقد روما، روما الثلاثه نفس الرصيد 57 نقطه الثلاثه. سيبك من روما، ميلان وانتر ميلان اللي عمليه ايكوال بالنسبه لهم، يعني ماشيه كده ماشيه كده، الاثنين زي بعض، والاثنين الملعب السان سيرو مقسوم نصين ازرق واحمر، الميلان والانتر. وان كان اهل المدينه عندهم طبعا عباره شهيره ميلان زريد، ميلان زريد، ميلان حمراء، يعني نرجع باللون الثاني ده النيراتزوري. عشان كده احنا المستفيدين، يعني احنا مثلا نصف نهائي دوري ابطال اوروبا السنه دي ماتشين الاثنين، يعني الماتشين رايح ماتشين جاي، الاربع ماتشات دول اربع نهائيات، السيتي وريال مدريد والانتر ميلان والميلان ديربي. نتمنى ده ينطبق بقى وينعكس على كاس العالم كمان، لان احنا كنا بنشوف زمان برضو ايطاليا مبدعه، يعني الكره الايطاليه طبعا في كاس العالم كانت بتمتعنا كلنا، لكن ايطاليا في اخر بطولتين كاس العالم لم تتاهل، لكن انت وجدت في التسعينات تحديدا انت على طول تحفظ اسمائهم، لكن ما انت تواجد ايطاليا مرشحه للفوز باللقب، يعني دي في حته ثانيه برضو، يعني زي الكره الالمانيه كده تلاقي دايما منافسه على اللقب، حتى وان كانت اخر بطولتين خرجت من الدور الاول دور معاك، وايطاليا ما تاهلتش اخر بطولتين، لكن تواجدت بكره هي مؤهله للفوز باللقب. احنا لو فكرنا نقارن مش عارف مدى مشروعيه، لا ما تقارنش انا ما تفكرش، انت عايز تقارن ايه؟ ما تفكرش، شوف احنا قاعدين ما تيجي نقارن مش يمكن نلاقي اوجه تشابه. قارن يا كريم، مش وارد يا سيدي، قارن واستحمل. الدوري بتاعنا اقرب ما يمكن لاني دوري من الدوريات الاوروبيه. سؤال مين اللي اقرب لنفس الملابسات والظروف اللي عندنا والاوضاع الغريبه؟ مفيش حد في الدنيا، مفيش حد، مفيش زينا في الدنيا، مفيش حد للدرجه دي. ده سينما هنديه، يعني ده السينما الهندي، ده بوليود اللي بيحصل فيها بوليود. يعني تتخيل ان ماتش القمه الاهلي والزمالك بعد بكره، ومفروض الصحف تتكلم فنيا ومين مش عارف مين وطريقه ارباع، واحنا قاعدين بنتكلم في امور مالهاش علاقه خالص بمين اللي احنا بندور على الفريق اللي هنلعب، يعني ايه يعني دي حته ثانيه، ومش عارف مين هيلعب مين ومين هيروح فين. لا احنا مشهد عبثي كامل، يعني لولا انه المباراه ستقام في دوله الامارات الشقيقه كانت المباراه دي اتاجلت، يعني كنا ايه، وكنت اتمنى تبقى في مصر عشان فضايحنا تبقى يعني على قدنا كده، يعني ما تتعديش الشارع، لكن طبعا موجوده فهنعمل ايه للاسف. انا كنت بقول لنهوان تقارن ايه بقى في لقطه كده ولا في جزء كده من حلقه النهارده، بقول لها النوع ده من الاحداث مش موجود، بيزقني زق ان انا ارجع احن الايام زمان، ايام لما كان المنطق العام السائد كالعاده قطبي الكره المصريه، والماتش اللي يجمعهم ايا كانت بطوله، دوري صحيح، دوري ابطال، ده سوري كاس، ايا كان كان العادي، يعني الملابسات والظروف العاديه بكل بقى التحابيش الحلوه بتاعت ايه، المناوشات اللطيفه اللي كان ليها سقف من الاحترام ما بين جمهور الفرقتين، لكن اللي حاصل في الفتره الاخيره ده الحقيقه شيء مؤسف جدا. معدي معدي، يعني انا لو شبهنا مثلا السينما، عشان السينما والفن والرياضه حاجه تانية، يعني مثلا هنقول الدوري الانجليزي ده او الدوريات اوروبا خيال علمي، زي اشبه بافلام الخيال العلمي. الدوري الايطالي ده يعني افلام الرومانسيه الجميله، يعني ايطاليا الجميله، تيجي عندنا ده فيلم هندي، دي سينما هنديه باللي بيحصل ده، اللي احنا اللي بيحصل عندها فيلم هندي، فيلم هندي هابط جدا 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 وطويل، حتى تلاقي الافلام الهنديه 3 ساعات و4 ساعات، ما بيبقاش يوم نهايه حتى لما الفيلم بيخلص بالظبط، واي حاجه تحصل والبطل يجي منين. طب مش عاد الاوان بقى ان الميله تتعدل؟ مش هتتعدل، يعني مفيش امل في ده، هو مش المفروض، هو جابها من الاخر يا كريم، مش ده المصلحه. انت عارف عارف يا استاذ كريم سبب الازمه اللي حصل دي؟ لا الاهلي ولا الزمالك، والله اتحاد الكوره بالحاجات اللي بيعملها. يعني اقول لحضرتك على حاجه، اخر ماتش ليفربول كان ليفربول وتوتنهام، الماتش اللي خلص في الوقت الضايع ده، بعد ما جاب الجون ليفربول يورجن كلوب جري على الحكم الرابع واتناقش معاه، وكلاطه جابتها. تاني يوم الاتحاد الانجليزي حقق في الواقعه وجاب واقعها تاني يوم، لكن احنا هنا ماتش الاهلي والزمالك كان في شهر واحد، الاحداث اللي حصلت دي بسبب ماتش الاهلي والزمالك، ايا كان بقى مين مخطئ مين صح مين غلط، انت ليه صابر قد كده؟ وبعدين انت عمل حركه غريبه جدا ما بتحصلش برضه اللي عندنا، يجي مسرب العقوبات، طب تسربها ليه؟ عشان تشوف رد فعل الناس، وبعدين تيجي في يوم اصل الاهلي عنده ماتش، اصل ايه ده؟ يعني ايه سرب العقوبات؟ ما هي العقوبات ممكن ان هي عادي يتم لا ما تتسربش، مش عادي،
مش عادي ليه؟ يعني ايه العقوبات بتعلن؟ ايوه ما ده اللي انا بقصده ان هم اعلنها يعني. لا ما اعلنتش، اتسربت عشان يعني شوف شوف رد الفعل كده الاهلي ايه والزمالك ايه. الاهلي طبعا كان ذكي جدا، قال لك احنا ما جاتناش حاجه رسمي، كل ده بالنسبه لنا غير موجود. انا مش بتكلم على دي طريقه، وصابر اربع شهور ولا ثلاث شهور اكتر وبعدين تيجي مسرب، هو ايه ده يعني؟ هل انا برضو خليني يعني اكون شويه مش هقول فار، بس اتكلم في وجهه النظر الاخرى، هل كل حاجه وكل ازمه الكره المصريه بتمر فيها انا لازم احمل اتحاد الكره الحمل او الخطا؟ لا ما انا بسال، هل أيوة الانديه هي المسؤوله؟ هل وزاره الشباب والرياضه هي المسؤوله؟ هل يعني ما اتحاد الكره هو المسؤول قولا واحدا؟ طبعا الرابطه اللي استجدت واستحدثت مؤخرا هل ليها اي دور يذكر في هذا الاطار؟ انا مش بصراحه مش لاقي لها دور، يعني انا مش لاقي لها دور بس لا خلينا نتكلم بالامانه، هو اتحاد الكره هو المنوط، يعني هو هو اللي عمل كل الازمات دي بعد الماتش بتاع الاهلي والزمالك اللي حصل اللي بسببه اللي احنا وصلنا له. ده حقق مذنب بياخد عقاب بريء، خلاص الموضوع انتهى وقتها، حتى يبقى في وقتها، لكن انت جاي صابر كل ده وبعدين تيجي عامل عقوبات ايا كانت بقى كتير. انا مش بناقش النهارده العقوبات صح ولا غلط، مش انا ده مش دور انا، لكن انا بتكلم في ان انت ليه صبر ده كله وبعدين تيجي مسربها؟ ايه الكلام ده؟ يعني ايه الاسلوب ده؟ غريب. عشان كده انت بتقول لي زي مين في العالم؟ لا مش زي حد، انت تنفرد وما عندكش تاني ولن ينصلح الحال طول ما الفكر بالشكل ده. اتحاد الكرة طبعا المسؤول الاول بس اتحاد الكرة بيعدي عليه ناس كتير، انا كل ناس بتيجي برضو بقول اتحاد الكرة، انا بحاول بس افهم يعني كل ناس بتيجي اصل الاسماء بتختلف. الموجودين الموجودين بكل امانه والكلام طبعا على مسؤوليتي الشخصيه غير مؤهلين لاداره الكره الحاليين. هل قبل كده كانوا افضل؟ كانوا افضل، كان عندهم من الحنكه كده والخبرات يعرفوا. هل وزاره الشباب والرياضه اي دور ممكن يذكر في هذا الاطار برضو؟ هو اعلن انه مش هيتدخل في المشاكل دي، هو اعلن كان في تصريح كده ان هو مش هيتدخل في الامور اللي حصل دي، ولو انه يا ريته يتدخل يعني عشان يعني يشوف حل للكلام ده. بس لازم جهه ما كيان ما معني الدوله يوقف النزيف اللي حاصل ده الدولة. يعني لانه كل في الاخر لأن ده من الامور بيسيء لشكل كره القدم المصريه. عشان كده جبت لك من الاخر الدوله تتدخل، المنظر اللي حاصل ده مش حلو يعني ده مش حلو، يشوف الخطا عند مين. انا ارى ان لا الاهلي مخطئ ولا الزمالك مخطئ بكل امانه، لانه في النهايه في جهة معنية عملت حاجات خلتك انت تعرف ترد عليها بشكل مش كويس. يعني انت اذا كان الزمالك رد بشكل مش كويس، الاهلي قال لهم مش عارف ايه، الزمالك هدد، الاهلي هدد قبل كده، كل ده بسبب اخطائك انت، انعكاس لمن يدور الكرة المصرية بشكل سيء. انت اللي اديتني كده، انت اللي اديت للاهلي يعمل كده، وانت اديت للزمالك كده، لان انت مش ماشي صح اصلا. فمسؤولين الكرة عن الكرة في مصر هم السبب في ده. فبتقارن ايه؟ شيء حزين يعني، يوما ما ننفرد ونختلف عن كل دوريات العالم نختلف بامور يعني فيها قدر كبير من السلبيه. صح يعني صح حاجه ما فيش حتى قبل ما انت عندك انفرادات كتيره، اطول دوري في العالم استمر سنوي، حاجات كتيره مع عندك كاسين بيتلعبوا بنفس الكاسين بيطلعوا صحيح على دي جديده برضه غير مسبوقه. بالظبط بالظبط، يعني افتكر السنه اللي فاتت قال لك السنه دي هيبقى موسم بقى خاص واستثنائي، فهنلعب دوري من دور واحد او مش عارف مجموعتين عشان راحوا لاعبين دوري كامل وحطوا عليه كاس الرابطه كمان، يعني اللي هو يعني العمليه ناقصه، وكان في كاس امم افريقيه وكان طب انا عندي سؤال برضه عشان نحاول بجد والله نلم الموضوع حتى لو احنا بننتقد وكلامنا ليه منطق. هل في تعمد لإظهار الصورة بهذا الشكل؟ لأن أنا أشك إن في تعمد، يعني أنا أشك إن ممكن مسؤول يكون موضوع أو يعني لا عنده لا لا من لا الصلاحية ومن السلطة في مكان ما إن هو يصلح ويبقى لا هو نيته إن هو لا يفسد. لا 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 مش تعمد، أنا أعتقد كده دي قدرات قدرات قدراتهم كده قدراتهم كده، يعني تلام الجمعيات العمومية أو الجمعية العمومية اللي يعني بقت وصلتنا للشكل اللي إحنا فيه ده، يعني للأسف الشديد جدا. عشان كده تلاقي ليه إدارات الأندية أقوى من مجلس من اتحاد الكورة؟ لان ادارات الانديه دي عضو النادي هو اللي بيختار فمصلحته النادي، ما بيبصش لحاجه تانية، لكن الجمعيه العموميه للانديه كلها مصالح. طب الاصوات اللي كانت بتتعالى بقى لها فتره طويله، سواء اصوات انديه، اصوات لاعبين، اصوات اجهزه فنيه، اصوات حتى الجماهير، واضح ان في حاله عامه من عدم الرضا والاستحسان، مش دي برضو يلزمها رد فعل من كيان ما عشان الاوضاع ترجع تقرب على قد ما نقدر؟ الكيان الما ده يخش يتدخل يحل يعني يحل الكلام ده، لان ده وضع سيء يعني ده خلاك بقى تقول ان الدوله شخصيا لازم الدوله شخصيا عشان دي سمعه مصر، شكلنا
يعني الموضوع مش كوره، كوره ايه؟ ما يكسب الاهلي ولا يكسب الزمالك ولا بيراميدز، في الاخر دي كوره، ده بيكسب وده بيخسر وده بيكسب. العمليه مش السنه اللي فاتت الزمالك بطل الدوري وبطل الكاس، السنه دي الاهلي بطل الكاس وقريب من بطل الدوري، ما بدومش يعني. العمليه رايحه وجايه. العوار ده انجاز التعبير، هل هو حاصل كمان صحفيا ونقديا؟ بمعنى ان كان زمان، برضو نرجع لزمان، من واحد مضطر يقارن يعني. للاسف كانت زمان كانت الاقلام اللي بتكتب وبتتصدى للتحليل وللنقد الرياضي كلها اتقل من بعض واقسم من بعض الى اخره. دلوقتي السوشيال ميديا وحضرتك سيدي عارفين، اي حد قاعد لابس بيجامه وقاعد ورا كيبورد يضرب كلمتين ممكن ينتج عن ده فتنه، ممكن ينتج عن ده ضغينه. لا ده احنا تخطينا مع فانا قصدي اقول لك ان في عالم الصحافه كمان هل لازم يكون في وقفه ما للسيطرة على السيل اللي اذا كان السوشيال ميديا صعب السيطرة عليها، لان انا بكتب على صفحتي والناس بتعمل صفحات فيك، ده موجود مش هنقدر نمنعه، بس ده مش رسمي. لكن قنوات فضائية مفتوحة للهراء ليل ونهار، قنوات رياضية مفتوحة وناس عمالة تقول اي كلام في اي كلام في اي كلام في اي كلام، واللي يطلع يقول لك الرئيس اتصل بمش عارف مين ايه يا جماعة، مفيش حدش محدش بيحاسب الناس دي، والناس طالعة تقول اي معلومات في اي كلام واي حاجة في اي حاجة، محدش بيحاسب. فخلاص اذا من امن العقاب سألت. ما هو ده اللي حصل للاسف، اللي وصلنا للي احنا فيه دلوقتي. هي كلها على بعضها منظومه، يعني المنظومه الرياضيه بقت للاسف سيئه السمعه عندنا في مصر. الاتحاد الكوره والمسؤولين عن الكوره والانديه، مسؤول بعض مسؤولي الانديه بالتصريحات الغريبه، الصحفيين. انا هقول لحضرتك على حاجه، هي الصوره ليست الافضل، ولكن طبعاً برضو في شق اخر، وهي فكره ان احنا بننتقد بشكل لازع معظم الوقت. يعني هقول لحضرتك حاجه برضو استاذ محسن، ممكن كلامي ده ما يعجبكش شخصيا، تمام، بس انا مش مع مدرسه ان انا اقعد انقد انقد انقد. يعني انا هقول ان اتحاد الكوره اكيد مش سليم كل القرارات اللي هو بيصدرها. صحيح. في بعض الامور كان لازم يشتغل عليها بشكل افضل. هتقول لي مثلا البعض بيقول ان في مجاملات، ربما، انا ما اعرفش، ربما، لكن فكره برضو ان انا كمتلقي وكجماهير وكعامل في هذا المجال الرياضي، انا بنتقد بشكل لازع كل حاجه. الثقافه بتاعتي انتقد بس، ما بنستناش. حتى لما جينا، هدي لك مثال بسيط جدا، كابتن ايهاب جلال لما جه يدرب المنتخب مصر، ما هي القصه كلها انا ما اديتش الراجل فرصه، وكان معاه اصلا سكواد كله منهك، ومحمد صلاح ما كانش موجود وغيره وغيره. انا لا انظر لده، انا انتقد على طول. وفي برضو معلش سنة ظلم موجودة، لان احنا ثقافتنا كده، انا عايز الامور تمشي زي ما انا عايزها، يا انتقد يا انت مش عارف تشوف شغلك، يا هنا في فساد. دي وجهة نظر ربما تكون موجودة. لا لا حضرتك كلامك صح، لكن مثلا على المثال اللي حضرتك ضربتيه بتاع كابتن ايهاب جلال وما خدش الفرصة، والكلام ده صحيح تمام، لكن الناس ليه اعترضت او الناس اتضايقت؟ لان الطريقه اللي جابها ما كانتش صحيحه. يعني مثلا انه يجيب، هنجيب حسام حسن، لا 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 ده يعمل لنا مشاكل في مش عارف مين، هنجيب مش حسن شحاته، لا يا عم اصل ده كبر في يعني الطريقه اللي بيجيبوا فيها طريقه اشبه بالعشوائيه، يعني مش طريقه صحيحه، ما فيش اسس، ما فيش معايير. يعني مثلا ايه العشوائيه دي اصبحت مؤخرا، وعلى فكره في رياضه وفي غير رياضه بقت توجه عام عند ناس كتير، باستثناء قله قليله دارسه وفاهمه وعارفه بتقول صحيح. لكن الباقي في ناس كتير جدا تصطادلك في الميه العكره، تطلع لك القطط الفطسه في اي حاجه، مش عاجبها العجب. هقول لحضرتك على حاجه، في 2006 الاتحاد الكره الالماني طلع عمل خطه للفوز بكاس العالم 2014، والخطه دي موجوده والفيديوهات موجوده، وفي النهايه وصلوا ان هم فازوا. طبعا ما حدش بيقرا الغيب يعني، بيعلم الغيب، لكن في النهايه انت بيجتهد. يعني السنه اللي فاتت هقول لك مثلا ايه، كتير مثلا ايه قال لك اصل الاهلي محظوظ، ده شارك في كاس العالم للانديه وهو وصيف. هو على طول بيقولوا الاهلي محظوظ. لا لا مش اللي يقول المقوله المعتاده. انا بقول لحضرتك هو مش محظوظ، لكن هو صنع حظه. بمعنى ايه؟ بالزبط. ليه الاهلي اشترك؟ لانه اجتهد ووصل للمباراه النهائيه، خسر. لما جات الظروف، الدوله الوحيده اللي اتلعب فيها كاس العالم اللي الاهلي شارك لو اتلعب فيها المغرب عشان البطل منها شارك. طب انت بتيجي تنتقد، انت حضرتك كنت وصيف. دي كانت ضربات قدريه بحته. لا يعني بقول لحضرتك هو ليه ربنا بيكافئك، انه كل مجتهد نصيب. انت اجتهدت ووصلت للمباراه النهائيه، خسرت، ما دي كوره في النهايه، كوره فوز وهزيمه، خسرت. لكن انت عشان اجتهدت شفت وصلت لفين، اشتركت في بطوله لم تكن فائز بالبطوله. هي العمليه كده. هي الناس اسهل حاجه عنده الفاشل يقول لك اصل ده محظوظ. يا عم مش محظوظ، يعني اهداف الاهلي في البلس 90 اصله محظوظ، اديني حظ الاهلي. طب ما هو بيجتهد، ما هو بيروح، ما هو بيجي. انا ببقى يعني شفت في مره بيحارب لاخر دقيقه، يعني ايه المشكله؟ كان الاهلي محتاج جون والحكم رفع قال لك 3 دقائق، كل الجمهور هيص،
ايه احنا هنبتدي ماتش لثلاث دقايق احنا في 90 ما عملناش حاجه، لكن فعلا في كانت ماتش الاتحاد الليبي والاهلي سجل الهدف الثالث فيها وتاهل فعلا. ليه بقى؟ لان انت بتلعب لحد صافره الحكم في النهايه، ما تجيش انا اسلم من 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 الدقيقه 60 ده انا خلاص مش عارف ايه وتيجي تقول لي يعني ما تسويش اللي بيجتهد باللعب ما بيعملش حاجه. على صعيد بقى احنا دلوقتي بنتكلم على صعيد الفرق والكره نفسها، على صعيد الحمد لله الحمد لله بس تصدق عملت اضافه حلوه في الفقره. على صعيد الجماهير والمشجعين، هل اختلف كواليتي المشجع الحالي عن كواليتي المشجع بتاع زمان؟ يعني كان زمان مثلا لو هنتكلم على مشجعي الاهلي والزمالك والقعدات الحلوه اللي في القهاوي والمناوشات اللطيفه التي لا تخلو من خفه الدم وسرعه بديهه المصريين الى اخره، دلوقتي احنا وصلنا في حته ثانيه خالص. ما هو عشان انتقلت القعدات الحلوه دي الى قعدات على السوشيال ميديا. يعني احنا النهارده كنا بتقعد مع اصحابك الاهلاويه والزمالكاويه مثلا 10، مش هيجيب الرقم ده على القهوه او في بيت حد او في قعده حلوه على النيل ولا بتاع 10، لكن النهارده قاعدين 10 مليون قاعدين بيكلموا بعض، كله بيكلم بعض، ويجي نجم يجي حاطط كلمه ملهاش اي لازمه عشان الترند، يخش ده يشتم ويخش ده يرد طبعا. ويخش لا بقت العمليه، بس دي مستحدثات عصر للاسف مش هتقدر تحكمها. يعني ده السوشيال ميديا فضاء يعني عالم مفتوح. عالم افتراضي رهيب جدا. انا خليني دايما في الرسمي، يعني انا دايما بقول ايه، ما هو المشجع ده متلقي من الاعلام، ما هو الاعلام بيديله، انت لما تديله اعلام كويس خلاص هيبقى هادي قبل ماتش. ما في ناس ما بتستناش لما يبقى في يعني اعلان رسمي عن شيء، يعني كنا بنقول في اول حلقه النهارده إعلان. لا اعلان عن شيء، يعني بمعنى ايه؟ يعني مثلا احنا انا ونهواندا اليومين ثلاثه اللي فاتوا بنتكلم عن ماتش السوبر المرتقب من منطلق انه لقاء هيجمع ما بين الاهلي والزمالك بطبيعه الحال، وده اللي تمام. كان حاصل تمام. حتى في الوقت اللي ابتدى يكون في كلام عن امكانيه او احتماليه انسحاب الفريق المنافس، احنا ما ينفعش نطلع نتكلم على هذا الاساس اللي في الاخر كلام سوشيال ميديا بالظبط حاجه رسمي. واستنينا لغايه لما حتى نهواندا قالت التفصيله دي في اول حلقه النهارده، استنينا لغايه لما يبقى في اعلان رسمي من الجهات المعنيه حلو. ونتكلم بموجبه. غيرك ما بيعملش. في ناس ما استنوناش بقى بالزبط. في ناس مستغلطانه الثلاث ايام اللي فاتوا انتوا بتتكلموا. لا اللي عايز استغلطك استغلطك قد ايه اند ده موجود ده موجود. انت شوف بقى القنوات الثانيه او مش كلهم طبعا، بعض القنوات ناس تطلع وبعدين تقلل من ده تهين من ده، ده اصل مثلا الاهلي اصله خايف، ده الزمالك خايف، يا جماعه هو انتوا ليه بتسخن الدنيا؟ ليه تستفز الاخر؟ ما هو المتلقي ده مش في سني وسن حضرتك او حضرتك، لا ده لسه شاب مشجع عنده 12 سنه ما يعرفش الكلام ده، ما عندوش كم الخبرات ده، فبالتالي بيغلط وبيتلقى منك فانت تغلط، وبالتالي لما يشوف المسؤول قدامه بيغلط والاعلام اللي هو مفترض بيعلم اعلام دي رساله ساميه بيديله الكلام ده، فبالتالي يحاسب مين؟ يعني انت تحاسب مين؟ يعني الجمهور او المتلقي نتيجه للي بيشوفه. يعني احنا مثلا هدي لك مثال في تونس عشان في شويه اضطرابات شويه ولا بتاع، شوف وصلت لماتش جمهور الترجي في ماتش الترجي وشبكه القبائل اللي مش شغب ليه يعني كده؟ فريق كسبان بره 1-0 وعلى ارضه الشوط الاولاني كسبان 1-0، واحد دخل بمنشار كهربائي الملعب، انا دي ده هم قبضوا عليه امبارح وفرحانين ان هم قبضوا. ايوه بس دخلوه ازاي اصلا؟ ده ياخد ده ياخد جائزه الرجل العام، انت دخلت بيه ازاي؟ يعني عايزين نعرف ده دخل ازاي؟ خبيته فين؟ ده مش داخل بمطوه، ده داخل بمنشار كهرباء. ده انت هنا بغطى ازازه المياه المعدنيه بيترمي منك، يعني عشان ما عشان ما ترميش الميه تبقى تعور حد، غطى الغطى بتاع ازازه المياه المعدنيه. فيا بالك الباشا داخل بمنشار كهربائي وبيصور فيديو عادي جدا. ايوه يعني ما كانش في رقابه وتفتيش، يعني غريبه شويه. حتى من غير تفتيش هل في واحد عاقل هيخش يعمل كده؟ اكيد لا، لكن هو متلقي بقى، ما هو ايه السخونه ما بين بقى النادي ده بيشتم في النادي ده والنادي ده بيشتم في النادي ده والمسؤولين وكل واحد عايز يركب الترند. وانا اصلي زي النهارده بشوف تصريحات لبعض اللاعبين القدامى في انديه عشان يكسب ثقه جمهور يجي متهجم على يا عم ما تخليك في حالك، يعني إيه انت مش ناقصه الترند ده خرب الدنيا على كل هو ده اللي خلص الدنيا حقيقي. مش في الكوره والله في لا 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 الترند في كله انت هتقول لنا بالظبط وانتوا هتقول لنا بس في الكوره عشان الكوره لمسه مع الناس قوي على العالم كله النهارده ميسي ورونالدو وصلاح دول بمثابه رؤساء دول الناس كلها عارفاهم في كل حته يعني فعشان كده دول نجوم العالم يعني مش نجوم مجتمع نجوم عالم فعشان كده لمسه قوي مع الناس وقريبه جدا من الناس والبزنس فيها عالي جدا فعشان كده بقى خلاص الناس والبزنس برضو زيه زي الترند من الحاجات اللي افسدت الرياضه وغيره من هو ده اللي بيجيب فلوس وانا النهارده هطلع انا هقول لاي هطل فهعمل ترند فهجبوني بقى وادفع خد قد كده وابقى حصري ما هو موجود في القنوات الثانيه للاسف الشديد والله يا اسهل حاجه الواحد يلجا لحاجات زي كده بس بني ادم اللي بيحترم نفسه ما يعملش ده ما هي اللي عنده احترام ذاتي ما يعملش حضرتك ده حضرتك في مصر في طريقين للشهرة على ده بقى اعلاميات وغيره 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 حضرتك يعني. في مصر في طريقين للشهرة يا اما
تجتهد وتتعب وتصل يا اما تقلع وتجري في الشارع. هم اختاروا الحل الاسهل. احنا نكتفي بهذا القدر بقى انا بتاعي طالما وصلنا للمرحله دي. حلوت الحقيقه يعني بنسعد والله دايما بوجودك معانا وشكرا جزيلا. ربنا يخليك وان شاء الله نلتقي على خير كده قريب ونكون بنتناقش بقى في انتصارات اهلاويه مستقبليه ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. نورتنا اكيد سيو محسن. هنروح فاصل سريع جدا ونستقبل ضيفنا العزيز اكيد كابتن فتحي نصير بعد فاصل.